السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. سؤال سريع بعد ما حضرتك. اتفضل. الست الوالدة هل يجوز في بدعة كده بيقولوا ان هي لابد ان هي تستحمى في نهاية الأربعين يوم بأربعين كوباية مية؟ ولما لو قلت لها من سنة سنة سيئة في الإسلام فعليه وزها وز من عامل بها، بتقول لها احنا بناخدش بالكلام ده، فما حكم الدين في ذلك؟ امرأة مبتدعة. مبتدعة في الدين في هذا الباب. مبتدعة في هذا الباب.